المطالب يعني حد يقول المطالب حد الادنى مطالبنا تطبيق الحد الادنى هجنين وتقول له استنى لما القبض يجي يا ولد لما ما فيش الايجار 500 جنيه في الشهر ال 900 جنيه الباقي هتكفي مصاريف بيت ولا اكل وشرب ولا دروس مدارس ولا مصاريف عيال ولا اولاد ولا كشف طب عيل تعب عاوز يروح للدكتور ولا علاج ولا هتروح فين بالظبط وانت شايف ان حاله البلد تسمح عشان المسؤولين بيتكلموا ويقولوا على حضرتك على نقطه واحده بس بسيطه جمال عبد الناصر الله يرحمه لما خد من الغنى وعطى الفقير عمل ايه لما قاعد يقول اتنحى الشعب كله بكى عليه ليه ما ياخدش من الغني ويدي الفقير هو ده العدل اللي لما نقول عليه الغني يعيش غني على طول هم المسؤولين بيسالوا سؤال محدد يقولوا هو دواء ان حد البلد اسمع في حاله واحده انا دلوقتي ما فرضتش انا ما فرضتش على المليار ودي الفقير 1200 جنيه تعمل ايه ال 1200 جنيه مش مكمل يا حاج علاء الاضرابه هيفضل مستمر مفتوح حتى ما حل الله بامر يخص عليه حتى يسالوا فينا ويدونا الحد الادنى اللي هيقولوا عليه تصور الاساسي ده ما حدش بيطلع الغلبان 13 سنه في الهيئه 13 سنه في الهيئه التعيين واحنا مش شغالين في الحكومه موظفين في الحكومه برضو بس مش احنا موظفين في الحكومه احنا عايزين الحكومه تبص لنا على الرحمه لازم تبص لنا هم اللي وعدوا هم اللي قالوا مش احنا اللي قلنا احنا ابحر وعايزين يشرب ويعيش في الحكومه احنا نشيل كل حد ما بيتكلمش احنا عايزين حقنا الشرعيه مش عايزين بس اكتر من كده لا عايزين حقنا الشقاوه والحد الادنى مصر يا جدعان اوعى لا تدوق صوت مجاعه في مجاعه في مصر في مجاعه في مصر محدش بيزرع الفقير منظره كله ملوش دوله على غير دوله كلهم حراميه ونصابين